السلام عليكم، أنا محمد غنايم. تخيل معي، استيقظت في يوم على خبر مقتل أحد أصدقائك في جريمة بشعة، حيث تم طعن صديقك بظهره حتى الموت ورميه في إحدى الغابات، والمشكلة أن القاتل لاذ بالفرار. علمت أنت عن هذا الخبر من والدتك التي كانت تخبرك، وهمها الوحيد أن تعزيك في صديقك وتهون مصابك، ولكنها لم تجد عليك ملامح المصدوم أو الخائف. ربما كنت في صدمة حينها، وهذه من أعراض الصدمة، ثم تداركت ما حدث بعدها وبدت عليك ملامح الخوف والقلق، ولسان حالك يقول: كيف حدث ذلك؟ البارحة كنت معه وبرفقته، واليوم هو ميت. كان يبدو عليك الحزن لأجله. ولما ذهبت الشرطة لموقع الجريمة وبدأت في التحقيق وجمع الأدلة الجنائية حول الجريمة، لم يجدوا أي علامة تدل على القاتل، ولم يعرفوا سوى أن الضحية قتلت بسكين بمواصفات معينة. من المجرم الذي قتله؟ هذا السؤال الذي كان في بال الجميع حينها. فالمقتول لم يعرف أن لديه أي أعداء، وأنت تعلم ذلك، فهو صديقك. استمر التحقيق بعدها وأنت في حالة غير مفهومة، ولسان حالك يقول: متى ينتهي هذا الكابوس؟ وفجأة أثناء التدقيق الجنائي في الجريمة وجدوا بصمة على ظهر المقتول. كانت تلك البصمة على قميصه من الخلف، وكأن من قتله مسكه من الخلف وطعنه، فكانت تلك البصمة دليل قوي على هوية القاتل. وبالفعل صارع المحققون في البحث عن صاحب تلك البصمة ليجدوا أنها بصمتك. حينها استغربت جدا وارتابك الخوف الشديد، لأنهم هكذا سيتهمونك الآن بقتله، وبررت ذلك بأنك ربما لمست قميص الضحية في وقت ما قبل موته، فهو صديقك، وأنكرت عليه ما يفكرون به، ولكنك لم تقنع أحد بهذا الكلام، وبدوت أمام الجميع كأنك أنت القاتل. أنا بريء، تردد هذه الجملة أمام المحققين، أنا حزين لأجله، كيف تتهمونني بهذا الفعل الشنيع؟ على الرغم من كل النظرات المريبة التي كان ينظرك الناس بها، إلا أنك أمام القانون إلى الآن بريء. فكما يقال، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ولن تثبت الإدانة ببصمة عابرة. ثم أخذ التحقيق جوانب عدة معك، وبدأ المحققون يسألونك عن أمور غريبة. ماذا تبرر ضربك للمقتول في التاريخ الفلاني بعد مشادة كلامية بينكما؟ لماذا كتبت على فيسبوك وقتها أنك تتمنى موت بعض الأشخاص في حياتك؟ وتبرر لهم أنت بكل قلق: أنا كنت غاضب وقتها، ولم أقل ذلك من باب جدي، والناس تكتب أمورا كثيرة، وإذا كان القانون يحاسب على ما نفكر به لأصبحنا كلنا مجرمين. طبعا لم تقنع أحد بتبريراتك الركيكة هذه، مع أنها الحقيقة، فهنا ضحية وجريمة قتل وبصمتك تعتليها. كنت تحتاج أكثر من تبرير، تحتاج دليل على براءتك. انغلبت حياتك رأسا على عقب. ماذا فعلت في حياتي لأستحق كل هذا الظلم؟ تقول في نفسك. المهم، حبست بعدها 3 أيام على ذمة التحقيق، وخرجت بكفالة مالية تكفل بها والدك، الذي سألك فور خروجك من السجن بنبرة مشككة: هل قتلت فلان يا بني؟ فغضبت حينها وقلت: هل تشك بي؟ هل أصبحت قاتل بنظرك أنت أيضا؟ لماذا سأقتله؟ أنا كنت حزين علي، أنا لست بقاتل، كلها بصمة لا أكثر. فسكت والدك، وشعرت أنه هو أيضا لم يقتنع بكلامك. والسؤال الذي كان يطرح نفسه: لماذا يوم الحادثة كنت خارج البيت إذن؟ ولكنه لم يسألك ذلك السؤال، لأنك ابنه مهما جرى ولا يتمنى لك الشر حتى لو كنت شرير في شكه. بدأ الناس بعدها ينظرون إليك بنظرة مفادها أيها القاتل، وأنت هناك مستأ جدا من منقلب الأحداث التي حصلت في حياتك، وتكرر لهم وتحاول التبرير لهم: أنا يا ناس كنت في يوم الحادثة أركض في الحي المجاور ولم أقتل. ومضى التحقيق في هذه القضية، والشك بك يزيد يوما عن آخر، بدءا من عائلتك التي ما زالت خائفة منك وعليك، والتي جعلت والدك يدخل بالسر إلى غرفتك ويبحث في أغراضك لعله يجد شيء يطفئ الشك المشتعل بداخله ويطمئن أنك لست القاتل. يجد في درج داخل خزانتك سكين بنفس وصف السكين الذي قتلت به الضحية، والتي نشرت تفاصيلها في الأخبار. فأسرع إليك ويقظك من نومك وأمسكك من قميصك ودفعك إلى الحائط. ماذا تفعل هذه السكين في خزانتك؟ لتجيب أنت بكل برود: اشتريتها من المحل الفلاني من قرابة السنة، ولم أرغب أن تعرفوا فأخفيتها في خزانتي، وأنا آسف لذلك. آسف؟ هل تعرف ماذا فعلت؟ هذه السكين ستكون سببا في سحبك للمشنقة أيها الغبي. هل يعرف أحد عن هذه السكين غيري؟ نعم، أظهرتها لبعض أصدقائي لأتباهى بها، وكنت أحملها معي في بعض الأحيان في ذهابي وإيابي، ولكنني يا والدي لم أستخدمها في حياتي قط. أرجوك لا تعتقد أنني القاتل. أخبرني إذن، كيف ستقنع الشرطة الآن أنك لست القاتل وسكين في خزانتك وبصمة على ظهر المقتول؟ أنا لم أقتل أحد يا أبي، أنا أخاف أن أقتل بعوضة، كيف سأقتل إنسان؟ جلس والدك منهار على حافة سريرك لا يعرف كيف يتصرف، فلو علمت الشرطة عن هذه السكين لأصبحت كل الأدلة ضدك. فحمل والدك السكين وخرج من غرفتك مثل التائه الذي لا يعرف إلى أين يتجه، ثم توجه إلى مكب نفايات بعيد عن منزلكم وألقاها هناك حتى لا تصل لأيدي الشرطة، فهو يصدقك
ولكن الشرطة لن تفعل. ولم يمض يومين إلا والشرطة على باب منزلكم تطلب الإذن بتفتيش المنزل. كانوا يبحثون عن تلك السكين بعد أن وشى بك أحد أصدقائك بأنك كنت تملك واحدة وتحملها معك أحيانا. طبعا لم يجدوا شيء، فوالدك تصرف بالسكين سابقا، فأخذت الشرطة حاسوبك الشخصي ثم ذهبوا. ولكن معلومة امتلاكك لسكين بنفس مواصفات السكين التي قتلت بها الضحية جعلتك المتهم الأول في القضية، وعليه زاد الشك بك. فكان لابد حينها من تعيين محام لك حتى يدافع عنك أمام هذه الأدلة بعد أن أصبحت المتهم الأول. أي منقلب انقلبت به حياتك؟ ماذا فعلت في حياتي لأتهم هكذا اتهام تقول في نفسك؟ وأول شيء أخبرك به المحامي في جلسة انفرادية قال لك: لو كنت القاتل يا بني أخبرني وتأكد أنني سأستمر في الدفاع عنك، هذا عملي وأنت موكلي، ولكن يجب أن أعرف كل ما تخفيه عن عائلتك وعن الجميع حتى أستطيع الدفاع عنك. هنا أصبحت مقتنع شخصيا بفكرة أنك أنت القاتل وتسأل نفسك: أيعقل أنني قتلته وأنا لست أدري؟ مثلا كنت نائم؟ يا عالم أنا بريء. ولكن لا أحد يسمعك أو يصدقك. ثم تم استدعاؤك للتحقيق معك مجددا بعد العثور على أدلة جنائية أخرى حول الجريمة، إذ تجد المحقق يصرخ بك ويقول: ماذا تفسر هذا المقال الذي وجدناه على حاسوبك الشخصي؟ مقال تحت عنوان قصة رعب قمت بكتابته أنت من باب الترفيه بعد اتهامك بقتل صديقك. في المقال كنت تسرد أحداث تخيلية حول مقتله كأنك أنت الفاعل، تتخيل ما حدث وتكتب، لم تعتقد أنهم سيصلوا إليه، وهذا اعتراف ودليل من غبائك. وبسبب هذا المقال تم حبسك 10 أيام على ذمة التحقيق، وبدأت الدنيا تضيق عليك أكثر فأكثر. بصمتك على قميص الضحية ومقال من كتابتك تعترف به بتفاصيل الحادث، حتى لو كان اعتراف تخيل غير حقيقي ولكنه أمام القانون حقيقي. اجتمعت عائلتك يومها حولك ما بين مواس ومشكك في صالة الزيارة في المعتقل الذي أنت به، وما بين سؤال مطمئن وسؤال مستفسر. وأنت في الحبس لا حول لك ولا قوة، وكل الأدلة تشير إليك وأنت لست القاتل. وفي أي جريمة؟ جريمة قتل. كانت كل الأحداث كالصدمة الكبيرة على نفسك، ولكن الصدمة الأكبر عندما اكتشفت أن جدك الميت من 20 سنة كما أخبرتك عائلتك ليس بميت، بل هو في السجن من 20 سنة بسبب قتله لفتاة صغيرة، ولم تخبرك عائلتك عنه لأنهم تبرأوا منه ولا يريدون أي صلة تجمعك به. هذه المعلومة علمت عنها من الأخبار: الشاب القاتل الذي ورث القتل من جده المسجون مؤبد من 20 سنة بسبب جريمة قتل أيضا. هنا أصبحت مجرم في نظر القانون وفي نظر المجتمع، وتم تعيين موعد محاكمة، المحاكمة التي أخبرك محاميك بكل صراحة أن الحكم سيكون إما الإعدام أو السجن المؤبد، فالأدلة كلها تشير إليك، وسأحاول جعله السجن، يخبرك المحامي. يا عالم أنا بريء، تقولها بحرقة وأنت تبكي، ولكن لا أحد يصدقك. ولما وقفت في المحكمة وضجيج الحاضرين من ذم بك، ودخل القاضي وعم السكون، وجاء وقت النطق بالحكم، لم تكن بهذه التعاسة في حياتك قط. كانت ملامحك شاحبة، تشعر أن كل شيء يسير بشكل بطيء. صوت كرسي القاضي لما جلس، صوت سعال أحد الحاضرين في الخلف، كأن دماغك كان يعمل بأقصى طاقته وجسدك كالميت بلا حراك. قال القاضي: جلوس. فجلس الجميع. حكمت المحكمة على المتهم الفلاني، وذكرت اسمك، بالبراءة التامة. ماذا؟ هل سمعت جيدا؟ هل قال البراءة؟ نعم أنت بريء. اتضح أن القاتل الحقيقي قد اعترف بجريمته قبل أن ينتحر في شقة منزله، وقد اعترف برسالة كتابية. فرحت جدا 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 حينها، كنت تبكي من السعادة. كان مصطلح السعادة يتمثل في حالك وقتها، وتردد: أخبرتكم أنني بريء، أخبرتك يا أبي أنني بريء. فانقلبت تعاستك الشديدة لفرح كبير، ما أجمل شعورك وقتها. وبدأ الكل يعتذر منك على شكهم بك، ويطلبون منك أن تسامحهم، ويحمدون الله أن حياتك لم تتدهور، وأن الحقيقة كشفت قبل فوات الأوان، وأن هناك تبتسم لهم وتعبر عن مدى امتنانك. تنفست الصعداء حينها. ولما عدت لمنزلك فرحا، كان هناك أمرا ما زال عالقا في بالك حول الجين القاتل الذي ورثته من جدك كما قرأت في الأخبار. ولما بحثت في الموضوع وجدت أن هناك جين معين يوجد في الDNA الخاص بالإنسان، إذا وجد يملك صاحبه غريزة القتل، ويكون بارد المشاعر، هادئ، ذكي، يستطيع تقمص الأدوار. تمكنه هذه الصفات من أن يقتل بكل برود، فصاحبه لا يملك شعور التعاطف، وعلى الأغلب أنت تملك ذلك الجين، فجدك يملكه. المهم، مرت الأيام وسافرت لمكان آخر حتى تخرج نفسك من هذه الأجواء التعيسة التي عشتها، وتعرفت هناك على شخص آخر. لتأتيك الشرطة بعدها وتعتقلك، بداعي أن الشخص الذي تعرفت عليه البارحة قد اختفى وأنت مشتبه به مجددا. قلت مازحا حينها: أحضر كل جرائم العالم، أنا سأعترف بها الآن. فعاد الشك بك مجددا، ولكنك هذه المرة لم تبرر لأحد والتزمت الصمت، كأنك اعتدت على هذه الأجواء وعلى هذا الحظ التعيس. بعد 24 ساعة بالضبط وجدوا ذلك الشخص المختفي، فقد كان تائه ولا
ولم يكن ميت كما اتهمت، فأخرجوك من السجن، ولما خرجت ابتسمت ابتسامة شريرة وقلت بصوت خافت: هي لغبائكم. فأنت بالفعل قتلت صديقك بتلك السكين فيما مضى، ومن اعترف بجريمتك ما هو إلا مجرم ضحى به جدك ليحميك من الإعدام، ودمتم في أمان الله. طبعا أنت الآن قد تقول: وين رايح يا محمد؟ لا تتركنا بدون تبرير، كيف يكون هو القاتل؟ أنا مثلك يا صديقي أحتاج تبرير، لأن ما رويت عليك هي من قصة من رواية مشهورة، ولكن الكاتب لم يفسر في نهايتها من القاتل الحقيقي، ولكنني فسرت لك حتى لا تبقى في حيرتك كما كنت أنا. طبعا يقول علماء النفس أن 90% من المجرمين في العالم يملكون ذلك الجين، الجين المحارب. بالمناسبة يوجد اختبار لمعرفة إذا كنت تملك ذلك الجين أم لا.